تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامنية بالمعرض الدولي لمدينة الدار البيضاء يوم 14 يوليوز الجاري تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامنية والتنمية المستدامة. تظاهرة تعد تتويجا لسنة غنية بالفعاليات والمبادرات لفائدة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب. غادي نوقفوا على مدى تفعيل توصيات ديال السنة الماضية، وأهم منها هو إعداد مشروع قانون إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وغادي نشوفوا مواضيع جديدة هاد السنة حول تمويل الحكمة، تقوية القدرات الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومع التركيز على الجهوية المتقدمة والتنمية المستدامة. وسيعرف هذا الحدث مشاركة ممثلي كل من القطاع العام، المجتمع المدني، مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، القطاع الخاص، الجامعات والمعاهد وغيرها، بالإضافة إلى مدعوين أجانب من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا ومنظمات دولية من أجل الانفتاح أكثر على الخبرات الأجنبية ذات الصلة بأشغال المناظرة.